كل سلطه يا معلم. سلطه. شكرا. سلطه يا حبيبي. شكرا. خد بلع يا معلم، ده من فرنسا. يسلم ايدك. كنت حته اللحمه دي وبابا، حته اللحمه دي وبابا. والله انا وشيف، انا وشيف ابوك. وفي ايه يا باشا؟ مفيش يا معلم. دي هديتي للعروسه، الف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. تعيش يا باشا، ربنا ما يحرمناش منك. ودي هديتي لاحلى عريس. تشكر يا فنانة. يا حبيبي. وده الحبيبي. ايه دي النقطة؟ يا حسن، طول عمرك حسن يا معلم. ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك. ما تلزمنيش. أنا أصلي راجل تعودت إن أكسب من على جبيني. أوه برافو برافو خميس. طول عمرك تبهرني بشهامتك. نتعلم منك يا باشا. نتعلم منك يا باشا. طبعا طبعا يا باشا، طول عمره بيبهرك. طول عمره بيبهرك صح. انا بقول يا معلم، هتقضي شهر العسل فين؟ باشا يا باشا، شهر عسل ايه؟ خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لا 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 في ايه يا فندم؟ ما تقولش كده على نفسك، ده فال مش حلو. يا معلم، اليخت بتاعي مستنيك في الجونه بكل اللي بيشتغلوا عليه تحت امرك. يا سلام عليك يا باشا وعلى حنيه قلبك. للدرجه دي بتحب المعلم النوح؟ الله قد انا ما بحبه. هو في الدنيا عريس هيبقى غالي على قلبي زي المعلم؟ لا طبعا، ده اغلى الناس، ده ماكسيمم يدبح لك 100 جمل. انا يا جماعه متشكر قوي، بس انا لا 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 انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي الشغل اهم. شغل ايه بتاع يا معلم؟ خد وقتك زي ما انت عايز. على اخر اقل الراجل يكون وضب حاله ولم اعزاله عشان يرجع بيته اللي انت عايش فيه دلوقتي، وانت تكون وضبت حالك وتشوف لك بيت جديد. راجل ايه؟ الراجل بتاع الكفته اللي ورا ده؟ لا، الراجل بتاع الكفته اللي قدام اللي انت قاعد في بيته، مش كده برضه ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. في صحة العريس بقى يا خميس. في صحة أحلى عريس. إن العروسة دي أدبها وحش. عروسة فقر. طمني يا دكتور، إيه الأخبار؟ هو كان أخد حاجة عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجة؟ حاجة زي إيه يعني يا دكتور؟ معاك أنت حاجة؟ ها؟ مفيش حاجة يا دكتور، ما تاخدش على كلام، أصله تعبان شوية. عموما واضح إن هو تعرض لإنفعال مفاجئ، بالإضافة إذا كان خد حاجة يعني، فعملت له هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقنة اللي خدها هتخليه كويس جدا إن شاء الله. يا رب. يعني إيه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا إيه؟ يا بنت اتكلم شوية، شهر عسل إيه وبتاع إيه؟ لا لا لا، شهر عسل إيه؟ مفيش الكلام ده خالص. إيه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح، يا بختك يا سوريا. يا بنت تبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر أهو اتبطيت. اسكت يا بنت الدوية. اديني الحبايه. سلامتك يا معلم. الف مليون سلامه عليك يا اخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين، وعين كبيره قوي. خدتوها على ايه يا اختي؟ العين الكبيره قوي دي بقى الحاجات دي بتتنزل. دي خيبه الامل راكبها جمل. شايف مراتبتك بتلقح عليا بالكلام ازاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما ابقى اقوم. اصبر عليك اما تقوم. اما اقوم اما اقوم. ولا طلعت قد القول يا باشا؟ اللي عمله العمروطي الليله كيفني وعلاه في نظري ياما. يعني الكلام بقى اللي قلناه المره اللي فاتت؟ لا، في شغلتنا دي ما تامنش لصوابع ايدك، بس اللي يعمل الصح يستاهل كلمه في حقه. ايه رايكم بقى ان انا مش مطمن الحكايه دي لغايه دلوقتي؟
ازاي النوح يسيب بيته بالسهوله دي؟ اكيد الحكايه دي وراها مصيبه. ليه يا خال؟ هو انتوا مش برضه سبتوا البيت بالسهوله دي؟ اشمعنى بقى؟ انت بتعايرنا خميس ولا ايه؟ انا بفكرك بس. مصاريفنا كانت بره خميس وكنا لازم نلمها، والنوح حط السكينه فوق رقبتنا. انت اللي سلمت رقبتك يا خال، ما تزعلش مني. هي محشوره في زور اصلها واقفه من ساعتها، مش عارف ابلعها. كان نفسي توقف له بدل ما تطيله. ما تطيله؟ ما تحاسب على كلامك يا خميس. ما تضيعوش فرحتنا اللي ما تتقدرش عشان خيبت زمان. خلونا في مكسب الليله. يبقى احسن برضه. ماشي يا حاج. ماشي. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين عليك، يا صباح الورد على جناين مصر كلها. خلاص يا حنتومة، صبرت ونولت، الدنيا كلها فتحت لي ايديها. الحلم فاضل له تكة ويتحقق، والتكة دي في ايدك انتي، وعشان خاطري بقى تكملي جميلك معايا. راحة على روحك شوية يا ست شوق وفهميني. هفهمك، بس لازم تعرفي ان اللي عملتيه معايا ده كله كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. كله بحسابه وانا تحت امر. وبالنسبة للحساب اللي خدتيه مني قبل كده هتاخدي قده مرتين. قولي تلاتة. شوقتيني. قولي لي بس انت عايزة اعمل لك ايه يا ست شوق؟ في واحدة بتجيلك هنا اسمها مطرة، عارفاها؟ طبعا عارفاها ست مطرة، دي ست كريمة وايدها فرطة. أفندينا له مصلحة عندها وقصده، وأنا عايزاكي تقفي جنبي وتساعديني يا حنتوش عشان خاطري. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. الله الله، عيني أنا تحت أمرك يا ست شوق. ده أنا هفعصه، هعجنه بإيديا دول وارمي لك لاب السكك. طب بالراحة وطي صوتك بس، انت هتفضحنا بصوتك العالي ده. خميس وسخ معايا قوي رمانة، وسخ معايا على الآخر. فضل يدحلب للباشا ويتمسع في رجليه زي كلاب السكك لغاية ما نوله غرضه. يعني خميس كده خلاص؟ حط ايده في ايد الباشا؟ حط ايده بس، ده ركب ودلد الرجلية ماما. ده بقى زي ظله، معاه في كل حتة. ودي آخرتها، عايزين يطردونا من بيتنا. سلامات يا باشا. وحياة أمه اللي يجي عليه الدور هو كمان. طب اهدى يا اخويا واقعد، لا يطقلك عرق، مش هنعرف نفكر بالعصبية دي. هي ما فيهاش تفكير، هي خلصت خلاص. بص يا بنت الناس، أنا بيني وبينك اتفاق وده وقته، وهتنفذي اللي هقوله لك بالحرف الواحد يا رمانة. أنفذ إيه بس؟ مش لما أعرف الأول؟ هتعرفي كل حاجة. بكرة هعدي عليك الظهر، هرسيك على الحوار كله. استبينا يا بنت الناس؟ استبينا. وحياتك اللي عامل لك في الحته دي حته صومعه، تبقى يعني استبن القط النوم عشان يعني لو جينا في يوم من الايام وزهقنا منها، ولو اننا عمرنا ما هنزهق منها حتى لو الركنه طولت فيها. قبل بقى كل ده مش تقولي لي عملت ايه؟ السؤال ده على فكره فيه اهانه جامد ليا. يعني حصل؟ حصل وحصل وحصل، وكلها يومين ثلاثه وسرها هيبقى في عيب، وساعتها تمد ايدك بقى وتغرب زي ما انت عايز. يعني مالي عيدك يا شوق؟ طب مد ايدك كده وحطها على قلبي واسمع مزيكه حسب الله اللي شغاله جوه. بتقول لك لو طلبت نور عيني مش هعزه عنك. ثابت ثابت، ايه دي لسه على المحاره ولسه بدري قوي على الروماتيزم ولا ايه؟ ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. يا معلم، انا عملت لك الشوربه والفرخه بايدي. راح فين؟ يا معلم، يا سيد الناس، يا دي النيلة. طب والاكل اللي انا عاملاه ده هيروح فين؟ يا معلم في ايه يا سوري؟ يا
اختي المعلم مش لاقياه، عملت له الشوربه والفرخه وما لقيتوش، يعني هو اول ما يشد حيله يشدها بره. هيكون راح فين يعني؟ تلاقيه هنا ولا هنا ولا عنده مشوار. مشوار في ايه يا موزه؟ في واحده عايزاك يا ست مطره. واحده مين دي؟ بتقول اسمها حنتومه. حنتومه يا راجل، حد يسيب عروسته يوم الصباحيه؟ انت باين عليك شطابت يا معلم. عيب يا باشا، ده الدهن في العتاقي. انا بس عدم مؤاخذه جاي المعاليك عشان افهم معنى الكلام اللي معاليك قلته. كلام ايه؟ انا بقول لك كلام كتير يا معلم. كلام اللي عن البيت. مظبوط يا باشا. شوف يا معلم، انا بديك فرصه كبيره قوي انك ترجع السوق وتصلح اللي ابنك عمله. وايه دخل ابني بموضوع البيت؟ لو مش معقول واحدة زي سوريا تعيش في البيت ده وبنت انا تعيش في بيت في حارة. هذا مؤاخذة يا باشا، انا مش فاهم. وايه دخل الحلم الصغيرة؟ ما انا بنتي هتتجوز خميس، والبيت ده هيبقى هدية فرحهم منك. يا باشا انا، شوف يا معلم، انا بعمل معاك واجب كبير قوي، هرجعك السوق وهرجعك بقوة. البيت ده عربون الوفاء والطاعة، ولا انت ليك رأي تاني يا معلم؟ لا يا اخويا، تجيب لي الطلبات اللي طلبتها وخلاص. سلام عليكم. ايوه يا اختي، وقالت لك ايه كمان؟ زي ما سمعت يا ست مطره، اول ما شميت ريحه خيانه قلت ابدا لازم اجي اقول لك. حكيم انت خشيتي في قلبي وعششتي فيه من اول ما شفتك. والست دي تبقى ايه؟ مرات خميسه فندينا؟ لا، دي مرات خاله. لا يا شيخه. ايوه، وعينها لايدة عليه وبتجري وراه بالحنجر والمنجل عشان تجيب داغه وتوقعه في عتبته. امال ايه يا ست ناطره اللي بيجيبها عندي؟ وقالت لك ان خميسه فندينا عايز مصلحه وعايزاكي تبيعيني ليها. اول ما اديتني ظهرها شدت العبايه وجيت للجري. حاكم حنتومه سقسقه، تحب الخير وملهاش في الشر ابدا. تشكري يا اختي وتسلمي. كلك ذوق يا حبيبتي، بتشكريني على ايه؟ انا طبعي كده، اعمل الخير وما استناش منه غير عرقي. دي حتى عرضت عليا 4 أضعاف اللي بتدهولي في الحجاب قصاد الخدمه دي، وانا قلت ابدا ما اقدرش ابيع الست نطره ولو ب10 أضعاف اللي هي بتدهولي. ده انت ام الكرم يا اختي. وال10 أضعاف ده يطلع قد ايه؟ كلك نظر يا ام المصريين. عينيا يا حنتومه. شاطره يا حنتومه، لو عرفتي لي بقى افندينا كان عاوزها ليه تبقى خدمتني صح. انا خدمت القرش يا بيه، ومالي سكك تانيه. لغيني تلاقيني، وطول ما بك عمران في صدري انا تحت امر الحكومه والبلد كلها. يا وليه ما قلنا لك هنديك اللي انت عايزاه، ركزي مع الباشا شوف هيقول لك ايه. امرك يا باشا. تجمعيهم عندك في البيت وتعرفي هما بيقولوا ايه. وشوق عاوزاه من المطره، واول ما تعرفي تكلميني وانا هعرف اجيبك زي ما بجيبك كل مره. تمام يا باشا، انا هروح بقى اشوف اكل عيشي. حنتوش منتوش، طربوش منفوش. تحب اشوف لك الطالع؟ يلا يا وليه، يلا هتلاقي اللي يطلعوكي بره. يلا. حاضر يا باشا. حي. طب تيجي اسمها ايه يا علي؟ حنتومة. تومة. يا كده الدنيا قربت قوي يا علي. بس سعادتك ليه كشفت شو عند مطره؟ لما تخبط الاثنين في بعض تطلع بمعلومه من الاثنين. انت قصدك تضرب العيلتين بحجر واحد؟ فاضل واحده، لو بقت معانا تبقى كملت الدايره. مين دي؟ الحمد لله على السلامه يا معلم. مفيش فايده، كل ما لمها تفرط من ايدي. يا لما انت بس الدور الاول قبل ما صبري انا اللي يفرط مني. بيت ده وقت الكلام ده؟ انا فين اللي مكفيني يا اخويا؟ لما انت فيك حيل تخرج
مش تاخد بالك من مراتك حبيبتك اللي لسه عروسة؟ ولا هي يعني الكحكة في ايد اليتيمة عجب؟ ما تفوريش دمي يا بيت، ما تفوريش دمي، أنا على الآخر. خلاص يا معلم حقك علي، الدكتور قال الحمقى مش حلوة علشانك صحتك. سلالار انكم نسوان، اتلم في ليلتك السودة دي احسن لك. حقك علي يا معلم، ما انا بحبك وبتدلع عليك. الله ايه ده؟ اتجننت يا بنت؟ ايه ده؟ يا بنت؟ ايه؟ بقول لك انا فين مكفيني؟ ايه اللي بتعمل؟ لا ما تعمليش كده. الله امال اعمل ايه الله؟ طب اعملي مره كمان كده؟ كده يا بنت اسكتي بقى يا بنت، انا مش حامل. لا طب تمام. جميل عليك. ايه؟ اوبا شيش جوها. الله ما طلع. سبحان الله، ما الخير كتير اهو والرزق عمال موجود. الف حمد والف شكر ليك يا رب، الف حمد والف شكر. انت بتتكلم عن ايه؟ ها؟ لا انا قصدي كده، ما بحبش اشوف الرزق قدامي وما احمدش ربنا. طبع بقى سيدو. شايفهم جاهزين للمزايا مش كده؟ ايه الحلاوه دي؟ مزاج الخير يا بنت الباشا. على فكره انا عارفه كل حاجه، وعارفه انت بتشتغل في ايه وابويا بيعمل ايه، بس انا بقى برمي كل حاجه ورا ظهري، بقول انا مالي. عين العقل، عين العقل، الباشا ربى ربى. عايز الحق؟ انا ما عنديش اللي اخاف عليه، عندي كل حاجه كده طياري، حتى روحي. انا امي ماتت، هخاف على ايه بقى؟ ايه السواد ده؟ ايه الوش الغريب ده؟ انا ما عنديش وش تاني اعيش بيه. طب بقول لك ايه، ما تسيبك من حوارات المثقفين دي، تعالي نتكلم في اللي يخصنا. عايزين ننجز بقى، نتجوز يعني. مش قبل ما نتجوز نتفق الاول؟ نتفق، اسمع ونتفق. انا عندي شويه شروط كده. شويه شروط؟ لا هم ثلاثه. على البركه. انا قلت لك ان انا برمي كل حاجه ورا ظهري، بس في ثلاث حاجات معرفش اسامح فيهم. اولهم انك تتجوزني صفقه، الثانيه بقى انك تكذب عليا، اما الثالثه الخيانه. ايه ده؟ ما انت ناصح اهو، وعايزك تبقى متاكد انك لو خنتني انا لا هلومك ولا هعتب عليك. عين العقل. انما هخونك. لا رب رب يعني. وهتسلموا له البيت كمان؟ هو ده طار ابنك يا معلم؟ هو ده طار اخوك يا براءة؟ ولا خلاص اللي راح راح واتنسى ودمه راح حاضر؟ زيادة يا مطرة، سيبينا باللي احنا فيه. ايه اللي انتوا فيه يا معلم؟ خميس دخل البيت ودهس الكل برجليه وبرطع في كل شبر فيه، وانت واقف متسمر مكانك. فاضلك ايه؟ فاضلك ايه يا معلم؟ خلاص المصلحة عامت عينين الكل ودم الشهيد راح حضر. قلت بالزهر يا مطرة. مطرة مش غلطانة يا معلم، مطرة بتقول اللي جوه كل واحد فينا ومش قادر ينطقه، بتعرينا قصاد روحنا يا حاج، بتفكرنا باللي نسيناه. اسكت اسكت اسكت. انا عمري ما نسيت اخوك يا براءة، ولا عمري دم ابني حيروح حاضر يا مطر. اذا كان كل واحد فيكم نصيبته في ايراد، فأنا بصوتي 24 قريب ما كانش ابني وبس، لا كان ضهري ودراعي، كان عكازي وسندي. مش هيجي اليوم إن حد فيكم يفكرني بيه، ولا أنا عمري حنسى عشان حد يفكرني.
طارو طارو في رقبتي الآخر لبس